السلام عليكم خوتي اخواتاتي في فيديو جديد. كما تعرفوا دائما نحب نجيب لكم افكار جدد في القناه. اكبر مثال سلسله مهمه شون راكليطيات بزاف فايس جدد في هذه القناه ودائما نلقاهم يعجبوكم. اما اليوم قررت نزيد حاجه جديده وكما على بالكم قريب نص الجزائر بحث لهم العيب، سواء صنع محتوى قنوات تلفزيونيه لي جوار بن شيخ لي بروف تاع لافاك لي بروف تاع السيام لي يديروا لي كور لي جات مي غير كيما ديكوفريت بلي كاين واحد الفئه تستحق الضرب والتهميش وانا اصلا ما هضرتش عليها اللي هما جماعه الجورنان. خاوتي كارثه، تلقى واحد العفايس كما على بالنا كامل باش تكون جريده وطنيه في الطوب لازم يكون عندك المصداقيه، والمصداقيه لازم تكون في نقل الاخبار، يعني الخبر اللي يكون في الجريده تاعك لازم يكون صح كاين منه، والحمد لله غير المصداقيه اللي كاين. الثلاثاء 2 جونفي 2018 جريده النهار، سحب الحيوانات من العمله الجزائريه. خبر يبان شويه ما كاش منه خاطر راهم جازوا 5 سنين والفرد تاع الريد بول مازالوا في 100000. استهلاك 20 مليون لتر من البيرة والويسكي ليلة الريفيون. جينا وجينا 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 شكرا بدار الجزائر الجزائر شكرا بدار حبيبتي. أنا حاب ناكل كانيطة تاع الكوكا حنا ناكلها. هذه حاجة يكتبوها في الجورنال خافتي بيناتنا شغل هذه تقدر تكتبها في الجورنال. ديجا أصلا منطقيا ما كانش منه هذا الخبر. دوك تقولوا لي علاه. خاطش كون تحوس على شحال كنا في 2018 تلقانا واحد 40 مليون جزيري هكذا. ال 40 مليون جزيري هادو تنحي منهم 10 ملايين دراري صغار. كيما على بالكم الجزائر مطردقه بالشباب الله يبارك الله يبارك. يبقى لك واحد 30 مليون جزيري تنحي منهم واحد 5 ملايين عجايز هكا وعباد كبار في السن ما يقدروش للشراب. تما راك حاب تقولي بلي من هاد ال 25 مليون جزيري كاين واحد الفئه صغيره بزاف كيما على بالكم الشراب حنا ماشي وين جات تلقى شايف ما تلقاش عند ليمونطاس. تما كاين فئه صغيره برك اللي تستهلك شراب وانتم راكو حاب تقولوا لي بلي الفئه هذه استهلكت 20 مليون لتر. مازال ما لعبت الفيلم صاحبي سيرمو. مازال ما لعبت الفيلم خالي الكازوز وماشي هكا يا مهينة. يا ودي راني نقول لك تلقى واحد الاخبار في الحياه الواقعيه جامي يصراو شغل المهم يعمروا الجورنال تاعهم برك. بطال يهدد بحرق ابنائه ويطالب بمنحه الباركينج. تسمى قالهم يا تعطوا لي الباركينج يا نحرق اولادي. وقال قصده يحرق بولاده انتوما برك ما فهمتوش انتوما برك تحبوا تزيدوا عليها. ديجا اصلا خاوتي ما كاش اللي يحب لي باركينغ. عندي وليد حومتي دارهم تبراو منه وتحلبوا له بلي يخدم باركينغ. من اكره العباد في الجزائر هما لي باركينغ. شغل حقره ديرك تقاري كروسه باش تروح تشري قرعه ما يجي يقول لك خلصني. تقول له علاه نخلصك يقول لك باش نوفر لك الحمايه للكروسه. علاه انت طرابين تدني لي صابوني في اليوتيوب تاتك الحمايه في الشارع. شغل زعما واش راح يصرى للكروسه في هذوك الخمس دقائق اللي راك هابط تشري فيهم الماء. خاوتي باش ما نظلمو حتى واحد مانيش نهضر على الناس اللي يخدموا بكوارطهم كيما الخدامين تاع البلديه وهذوك، انا نهضر على تاع الحومات نورمالمون راكو فهمتوني بلا ما نوضح. خاطش كاين طلابين لي باركينغر وصحاب لي لايف تاع تيك توك هذوك كاع راسه وحده كون جات بيدي 20 سنه اشغال شاقه. الجزائر ضيعت دروغبا كما ضيعت زيدان. اكتشفت الاتحادية الجزائرية أن جد دروغبا لوالده ينحدر من مدينة أضرار واسمه الحقيقي دور غابة. هنا راجل الناس كلها قاعد الناس راح تحب تحب طيح لي ونطيح لك طيح لي ونطيح لك. انت للوهلة الأولى كي تقرا الخبر هذا تقول هذا ميم هذا مخدوم هذا غير باش يضحكنا برك خاطش امبوسيبل جريدة وطنية تكتبها. إما اسمح لي نقول لك المستحيل ليست جزائرية. هي كون حبست في دور غابة معليش نورمال نجوزوها لهم. زادوا راحوا لنايمار خاطر نايمار سانتوس دا سيلفا موهبة جزائرية تصنع أفراح سانتوس البرازيلي. أيلي الخطبة أنولي أيلي أيلي الخطبة أنولي. واش تقول لهم خاطر؟ طيح لهم ما جاياش حنا عباد مربين ولاد فاميليا. تشكي بيهم ما يديروا لهم والو، واش دير لهم؟ سيبون خبطي خلينا من الرياضة نروحوا للسياسة. نوريا بن غبريط أنا ماشي سهلة وسأبقى صامدة. إيه نوريا واش مازالك صامدة واقيل؟ أسوأ حاجة صرات في تاريخ التعليم الجزائري هي المرأة هذه خاطي ملي يدخلوها للمجال تاع التعليم الباك ولا يصدقوا فيه ولا بتسعة تقعد بيها باك بتسعة تريع عقلي مدهولك. والمشكل هي اللي كانت وزيرة التربية والتعليم في الجزائر وزيرة عقراية. الجزائر واش من لغة يهضروا بها؟ العربية. واش من لغة يقراو بها؟ العربية. واش من لغة يكتبوا بها؟ يعطينا صحة بيان سور خويا لازم. إما باش نقول لكم باللي وزيرة التربية والتعليم للجزائر ما تعرفش تهضر عربية.
بناتي وأبناتي نأمل أن تواصل البدل الجهد والمثابرة. شغل كلي جبت أونترينر تاع تينيس وعطيت له إيكيب تاع بالون يشدها. عبد الملك سلال واثق من دعم الشعب الجزائري للرئيس بوتفليقة. لا لا الحمد لله، قضية الدعم كانوا قاع داعمينه. شوف 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 هاد الأعداد الكبيرة من الناس، هادو قاع راهم مع بوتفليقة. خطيك من البلايات والعياط والغناء، راهم يقصروا برك، هما في قلبهم راهم داعمين الرئيس. سلال أيضا كيقصدني بوتفليقة لإدارة حملة العهدة الخامسة، حشمت منه مع إني كنت عارف بلي رانا رايحين للواد. جامي شفت إنسان في حياتي يمشي مع الواقف كيما سلال. ماشي مقبل برك كنا واثقين ولا بطلنا؟ سام تايمز ما بي جود، سام تايمز ما بي شيت. سلال أيضا طلبت من أوباما ملح قنبلة نووية. شغل بيناتنا خاوتي، سيريو سيريو، الإنسان هذا اللي يخدم في جريدة المصدر دي زاد، التصريح هذا جاك نورمال، يعني جاك نورمال ورحت كتبته ودرته في الجورنال. عباد ياكلوا الصاروخ على بالهم بلي سلال ما يعرفش يهضر أونجلي، تسمى كيفاش يقول أوباما أعطي لي قنبلة نووية؟ تسمى باينة بلي خبر مفبرك. السيد أنجيلا ميركل قالت له البس الكاسك تاعك راح خمس معاها. Meine Damen und Herren, ich Herrn Abd al-Malik Celal ganz واش راك تستنى من هذا الانسان؟ هذا كون زعما صحي مدوا له هذه القنبله النوويه طرطقها في الجزائر. انسان غبي، نورمال مول العلماء والباحثون يديروا بحث ويسيو يعرفوا كيفاه الانسان هذا الحق المنصب الوزير الاول في الجزائر. خاطش حاجة فري بيزار خاوتي، انسان اي كيو تاع واحد، انسان يعرف يكتب اسمه ولاقبه برك، الحق ونشد الوزارة الاولى في الجزائر كومبلي، هو كان شاد الجزائر خاطش الرئيس كان مريض. كوموندوس بابيشات لمكافحة الارهاب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، من كامل الاسماوات تاع الدنيا، من كامل المصطلحات تاع اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، خيروا كلمة بابيشات باش يسميو بها فرقة تاع نساء راح تكافح الإرهاب. راح تكافح شكون؟ الإرهاب اللي قطعوا الريسان. يعني كيفاش راك حاب تقنع المواطن باش يشعر بالأمن والأمان؟ المواطن كل ما يشوفش إنسان مستاش سمين وحرش في لابوليس ما يشعرش بالأمن والأمان، انت جايب لي بابيشات تقول لي حاربوا الإرهاب؟ على بها الشعب كان يخاف بكري خاف أوه سيبون خاف طلعت لي الحمى. ما نقدرش ما نقدرش، لازم نحبس، نتلاقاو في فيديو جديد. سما راك عاد تقول لي الشيف برما خدمكم شهر كومبلي وكلالكم حقكم، بصح علاش ما فريتوهاش معاه بالعنف؟ راكم زوج وهو واحد. كيف هذا اللي شاف؟ راك تشوف دينا طلبنا حقنا، شوف يا خويا انا. الله غردينا طريحه البرما. ايه هادشي استخدمتو العنف وما فراتش.